خيل وتعديدها على أرضية الميدان. خيول المجموعة الرابعة النشمي متواجد معنا، زعيم الصخرة حبيب الصخرة سلطان الصغير سكب الصخرة وشيخ المبين. من اللي معك أبويا؟ حبيب الصخرة. حبيب الصيب ابو فادي، القياده ستكون لمحمد النادر، ايضا النشمي بن تيمور الهلال ونير بنت برنس رام، للملاك عماد عباس ابو السمير ونور ابو ادم، المدرب عباس عواودي ابو السند، القياده ستكون لعبد العصيبي. عدد عباس عباس عباس، ما بيوقت شيء لعبد، يلا عددهم عددهم، اللي يفوت يتعدى الطوالي يا معلم. من هذا الولد؟ لإلكم؟ هذا اللي يصور؟ لا يا حبيبي. لا 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 لا. الحلاس من أبلين، مدربين اسطبلات الحلاس. القيادة ستكون لعمر الحسون. يا هم نالوا. مين هذا؟ مين خيالك؟ زياد النصاصرة، هو المدرب برضو. سلطان الصغير ابن الفحل ابن جاستيس، الام لهف، الملك سامر فرجات، المدرب والفارس زياد النصاصرة. شباب اللي بدا الشغل داخل ارضيه الميدان يخلينا الميدان. سكب الصخره على ارضيه الميدان، ابن الفحل برق الصخره وبنت رماحه، المالك ابو يزيد غريفات، المدرب محمد العارف ومعاد، القياده لاياس ابو جبل. يلا ظهور فرسان، ظهور حبايبنا. البارز الملك حسام ابو الامير من منشيه زبده، المدرب منصور، القياده ستكون ليزا نور. زياد النصاصره على صوت سلطان الصغير، ابن الفحل ابن جاستيس ولهاف، الملك سامر فرجات، المدرب والفارس زياد النصاصره. سينطلق الان بعمليه الاحماء، هيا الله زياد. فرسان ابقوا قريبين من جهاز الانطلاق. عمر الحسون على صوت شيخ المبين من فريق المبين والشهيدة أو بنت الشهيد، الملك عمر حلاس، المدربين اسطبلات الحلاس، القيادة لعمر الحسون. عبد العصيبي على صوت النشمي من تيمور الهلال ونير بنت برنس رام، الملك الملاك حماد عباس أبو السمير ونور أبو آدم من كفر كنا، المدرب عباس عواودي أبو السند، القيادة لعبد العصيبي. اياس ابو جبل على صوت سكب الصخره من برق الصخره وبنت رماح، للملك ابو يزيد غريفات، المدربين معاد ومحمد العارف، القياده لاياس ابو جبل. محمد النادر على صوت حبيب الصخره بن سولو بن البهاء وزاره البريق، للملك والمدرب ابو هف ابو فادي. زنور على صوت زعيم الصخرة بن مرعب وطيبة البارز، الملك حسام أبو الأبير من منشية زبدة، المدرب منصور غريفات، طبلات المنصور ومحمد العزيز ورازي، قيادة لزنور.
وفعلا ينطلق الشوط الرابع على بركة الله 2021 في الثانية. عبد العصيبي ما شاء الله تبارك الله على صوت النشمي ينتزع الصدارة من البداية. الخيول بالمراحل الأولى من السباق زعيم الصخرة بالمراتب الثانية مع زنور النشمي ما يزال متصدر هذا الشوط بدخول هذه الأسماء المنعطف الأول. زعيم الصخرة مع زنور ما يزال بالمراتب الثانية. شيخ المبين بالمراتب الثالثة يترقب مع عمر الحسون. هي الأمهار ما شاء الله تبارك الله ما بين المنعطفين. النشمي ما يزال مع عبد العصيبي متصدر. الأمهار الآن بقبالة دخولها بل هي دخلت الخط المستقيم من الداخل. النشمي ما يزال متصدر هذا الشوط. شيخ المبين يبدأ الزحف نحو المراتب الثانية مع عمر الحسون. أياس أبو جبل أيضا على صوت السكب. الصخرة ما شاء الله تبارك الله زياد النصاصرة مع سلطان الصغير. إلا أن النشمي يبت نازل عن المرتبة الأولى. النشمي بطل هذا الشوط مع عبد العصيبي زعيم الصخرة بالمراتب الثانية مع زنور وشيخ المبين بالمراتب الثالثة مع عمر الحسون. انطلق أولا وحل أولا النشمي ما شاء الله من البطل تيمور الهلال ما شاء الله تبارك الله. التتويج الشباب ما شاء الله تبارك الله. النشمي ابن البطل تيمور الهلال ونير بنت بيرنسران. مبروك المبروك للملاك عماد عباس ابو السمير ونور ابو ادم. مبروك لعباس عواضي المدرب ابو السند. مبروك لعبد العصيبي. مساحة التتويج شباب ما شاء الله تبارك الله. النشمي انطلق اولا وحل اولا. وين التصفيق الحار لبطل هذا الشوط النشمي. الف مبروك للملاك عماد عباس ابو السمير ونور ابو ادم. مبروك لعباس عواودي. مبروك لعبد العصيبي. مبروك للنشمي بطل هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله. ابن بطل الميادين صاحب الاربع بطولات تيمور الهلال. الف مبروك لابو السمير. مبروك لفرسان قنا الجليل كفر كنا. المرتبة الثانية لوصيف بطل زعيم الصخرة بن مرعب وطيبة البارز الملك حسام أبو الأمير بن منشية زبدة. مدربين الصبلات الأشرف منصور شباب بحصان مزيد سلطان الصغير. مبروك المبروك لزعيم الصخرة. مبروك حسام أبو الأمير. مبروك الصبلات الأشرف. مبروك زنور ما شاء الله. زعيم الصخرة يكتفي كوصيف بطل هذا الشوط. مبروك ابو الامير. مرتبة الثالثة كنائب وصيف البطل لشيخ المبين بالفريق المبين وبنت الشهيد. مبروك لعمر حلاس واستضافة الحلاس التدريب. مبروك لشيخ المبين وعمر الحسون. يلا حبايبنا فضونا الميدان. شكلان صقر الزعيم الجنجي فانتوم زعيم وجوهر بالانس.